الثمن ديالهم هنا 2800 درهم. اللهم الهوغو 150 درهم، الهوغو 150 درهم بياس ولا الكوبلة؟ المهم كما سمعتوا بالنسبة للهوغو 150 درهم الكوبلة. اللهم بارك وجهك بارك، بارك الله اللهم بارك. أنا الإخوان توما نتاوي مدخلين الضواعي شو هادشي دابا غا يعيش. اللهم اللهم وين عم تكور شوما تكور حتى ما ديال التكور الهوتي 90 درهم 90 درهم هذا يبغي يتعاون بغي يتعاون مع السيد شي 90 درهم يجيبها لي ها انتما ها هي هذاك على حسابك. ديما الابتسامة الله يحفظك الله يكرمك الصراحة تما الكليان واقفين عليه ورغم ذلك تكرك عطينا وقت الله يحفظك اخويا خويا كاين الجديد اليوم ديما الجديد. السيمانة اللي فاتت الحمد لله بعنا المولينا العادية أناناس، اليوم بعناه ب 1200، اليوم جبنا الريد فيس راه باش تعرف راه الثمن كندير مناسب، جبنا الريد فيس غنبيعوها ب 1300 درهم، كاينين خمسة بياسات ديال الريد فيس. مدريسين اخويا حمزة؟ لا خويا هادو غير وليدات الدريسات. شي حاجة يذكر الله هنا راه طالع اليوم الحمورية حتى الوجاد وكيتسماو مولينا أناناس ريد فيس. مولينا باقيين بصحة جيدة اللهم بارك. الثمن ديال هادو 1300 البيع 1300 البيع. الإنتاج ديالك اخويا حمزة؟ أييه إن شاء الله. هذاك اخويا 350 اللهم بارك. هاهما اخويا شحال عندهم تقريبا دابا هادو؟ كاين عنده 25 يوم 25 يوم 25 يوم كاين لي زان 850 حتى 200، كاين بياسة زرقاء بياسة كريمينو بياسة فيغ إلكتريك هذه قليلة فاش كتخرج هادو 200، وكاين بياسات خضرين خضرين شحال كيبقى الثمن؟ 150 150 درهم. عندنا خويا كاين الكاروكسات كاين لاتينو هنايا كاين لاتينو كاين بياسات مصبعين مصبع بالنسبة لهاد المصبع شحال كيبقى؟ هادو 230 230 بايد والعين حمراء 250 ايزابيل 200 250 انت خويا اللهم بارك 200 درهم اللهم بارك بصحة جيدة تبارك الله تبارك الله. الثمن 200 درهم 200 درهم جبتي اللوتينو خويا حمزه؟ لوتينو 250 انت خويا اللهم بارك على اللوتينو عين حمراء 250 درهم. وكاين خويا هنايا شنايبرات هنايا شنايبرات الاخوان اللي بغا يخدموا الانتاج نصيحه تاخذ شنايبرات وديهم تخدم معاهم حيت هذا وقايل اللي يكذب على كاذب اللي يقول لك غنبيع لك كوبلا لا ما كاينش اللي غيخرج كوبلا دابا الا لا كان المرض ولا النفس هو ما كطيحش ليه خويا غير منطقيا فكر بعقلك الا كان شي واحد كتفرخ لي كوبلا خمسه الاولاد غيجي يبيع لك ب 400 درهم هو ولد داير 150 راه ما يمكنش يخرجوا اخويا الديسي علاش ما كتشوفنيش كنجيب الكوبلو فيا ما يجيب كوبلو ويكذب على الناس ولكن اخويا الا جبت لك نجيب لك الديسي ولا شي حاجه ما خبري اخويا شي حاجه خدامه راه ما كتخرج حنا شي حاجه خدامه راه 300 شي حاجه خدامه راه ما غاتجيش. وبالنسبه هنا راه كاينين سنابر غنجيب سنابر غيكونوا سنابر بار بلو لوتينو بيرسونال كاين الروز ريد فيس كاين بيستاج وكاين خضرين خضرين خارجين من البيرسوناطا الاخرى اللي غتجيب اخويا حمزه غيكون الاي وينغ غيكون بيرسوناطا نوار وغيكون بار بلو ان شاء الله سنابر هادو كنخليهم تي تنبرو عاد باش كنجيبو. المهم سمعوني اخوت عيطوا لي قبل ما يجيبهم القرعه اللي خصها شي حاجه يتواصل مع حمزه مرحبا والله ياخذهم من الدار احسن من يجي عندي للدار مرحبا بي. المهم هنا اخويا كاين المدريسي كلشي مدريسي تبارك الله هادو كاع مدريسي فرعين حمراء ريك فيس كيبقى ب 500 درهم خضرين اوبالين 300 درهم 350 هاد البيض 600 راه قريب هذا قريب يتسم هادو مفطومي هادو كيما سمعتو راه مفطومي اللهم بارك ما قعدتو ما والو هذا قريب يتسم هذا شحال الثمن ديال هادو لوتشينو 600 2600 اللهم بارك
وبالنسبه لهنايا هذه بانت هي الكوبله ديال الكروبيون اللهم بارك 1500 درهم اذكر اللهم بارك هذه ديال السي محمد سلطان تبارك الله السي محمد كيدير بخير طلعت كان كيدير ديال واحد الطفره زوين بالنسبه للنتوى ياك بورتور تبارك الله هذه نتوى ميطاسيو ميطاسيو وهذا بورتور ديال البالي بورتور ديال البالي شحال كيبقى الثمن انا خويا قلنا 1500 درهم قابله للنقاش قابل للنقاش كيف سمعت بالنسبه للبيكان هنايا 5 درهم 5 درهم 5 درهم كاين ديال من الصغار حتى من 3 حتى 3 حتى لهنايا شحال كاين الرقم هنا تاكدوا منه هنا 7 المهم كلشي 5 درهم بالنسبه للماكله راه كيدير تقسيط في طاكيس وهنا كاينين لي جو بالنسبه لهنا كل هنا هذه 10 حمزه هذه شحال حمزه هذيك اخويا كتبقى ب 20 درهم راه كدار المولينه وما فوق وبالنسبه لهذه اخويا حمزه هذه حتى هي 20 درهم 20 درهم هذه 25 درهم صفاره ديال الحديد 5 تيو ميديكال 5 تيو عادي 10 درهم هاد البالاش 10 درهم راس ديال السورانك 1000 ريال معايا لقات له 6 درهم راس عادي 35 درهم باني 25 لي جو ايديكاتيف 35 درهم متاع الشعار قريو فريقاتكم اللهم بارك الشارع الجزر منين؟ سمعتو في كيسكون الشارع الجزر شارع شوف شارع الجزر حدا فارماسي جميله اللي عنده شي حساب يجي نفاريو عطي الاخوان النمره ديالك 066 46 88 35 باسيغ فيسبوك حمزه طيور الزينه باسيغ فيسبوك حمزه طيور الزينه وقناه يوتيوب حمزه طيور الزينه وكنضرب لكم موعد ان شاء الله نهار الاربعاء الا كتب الله حيت كنديروا دي غونديفو وما كيصدقوش غيجي عندي خويا عادل وغنولعكم المكملات كامله باش كنخدم الكوبلات كيفاش غتخدمهم الطفرات ديال الفيشر وما غنجيو كنطبق الشوك شويه جي مرحبا وناخذوا عندك شويه المعلومات ان شاء الله مرحبا الاربعاء ان شاء الله عادل فوقاش تلوحوا الفيديو باش تعطيهم الرونديفو ان شاء الله غنلوحوا مع السبعه نهار الاربعاء غنجي عندك وخدموا الفيديو المونطي ونقادوا له الاخوان الواع راه مخبي في الدوزيام ايطاج خدم في الدوزيام ايطاج شوف انا في غنجي غادي نخلي البرومي غنقول ما عندي من ديك البرومي طلع لك شي شال لا والو جي مرحبا خويا عادي تحياتي لك خويا الله يحفظك خويا الزين الله يكبر تحياتي لك وتحياتي للناس المغاربه اللي في الانجليز في الغربه كامله الله يسر لك الامور تحياتي مرحبا بك اخويا خويا عادي الناس ديما كيعيطوا لي وكيحفظوني الحمد لله كيقول لي كمل في داك الشيء الله يحفظك خويا الله يكبر بك ومرحبا بك دوز رمضان مع مالين الدار والله يدخل عليك الصحه والسلامه والعافيه باش ما تمنيتي ولا داك الشيء اللي كاين حنا داك الحقيقه كنقولوها اللي بغى يتقلق يتقلق الله يسلمك نتاوي مدخلين الدواعي شو هادشي دابا غيعيش اللهم اللهم وين عم تكور شوف تكور شحال تما ديال التكور الهوتي 90 درهم 90 درهم هذا اللي بغى يتعاون بغى يتعاون مع السيد شي 90 درهم يجيبها لي ها انتم هاد الله المهم اللي داشي طاير دعي معاه انا راه شحال كاري اللهم بارك قالوا سيت هنايا اللهم بارك بالنسبة لنا عشاق كروبيون كيدير اخويا حمدي سعد الصباح بارك الله فيك سيد زوين الله الله يحفظك خويا الزين الله يكبر فيك شوف كيدير هاني الامور بخير بارك الله فيك خويا هاني الامور بخير اللهم بارك خويا خويا حمدي بالنسبة لك بارك الله فيك خويا حمدي بخير سعد هاني الامور بخير خويا بالنسبة لك اللوتينو حمدي شحال داير اللوتينو خويا كاين هادو مدريسين هادو كامل هادو كاع مدريسين تبارك الله اللي كتشاهدوا كاع مدريسين الا هادوك كاكاريك ياك كاكاريك لا كاكاريك اللهم المهم راه كلشي مدريسي هنايا الا الكروبيون الاخوان تبارك الله كي كتشاهدوا اباني تبارك الله خويا حمدي اللهم بارك الطيران الحر هذا كاين شي حاجه اللي كدير الطيران الحر اللهم بارك قول لي بالنسبه للثمن اخويا حمدي اكيد جا خويا من 300 400 ابتداء من 300 400 درهم هذا بيض اللهم بارك 600 درهم راه توا فيها مدريسي وبالنسبه للكاكاريكي
400 درهم كاكاري كاين اخوان. بالنسبه للكروبيو خويا حمدي، الكروبيو خويا واقفين على واحد السيد الله يسخر ليه الامور فيها. بالنسبه لنا خويا حمدي هادو تما مدرسين ولا خدمه؟ هادو خدمه، هادو الفوطور ديال الالبين. الفوطور ديال الالبين شحال كيبقى الثمن؟ 700 درهم كوب. 700 درهم كوب. مثلا اللي بغا تكرونا انت خويا حمدي، المهم اللي خصو تكرونا انت راه يفرد ليه. بالنسبه لعشاق المولين اللهم بارك وزيد يبارك بارك الله. شحال كيبقى واحد المولين اخويا حمدي؟ المولين اخويا كاين 1800 وكاين 2000 درهم. كاين 1800 العاديه وكاين اوفالي. كاين العاديه وكاين اوفالي اللهم بارك. بالنسبه لعشاق الفاضه اللهم بارك، كاين هنا الفاضه وكاين جولدن سبيس وكاين الموانو. بالنسبه للفاضه اخويا حمدي اخبارك هادي؟ الفاضه اخويا دايره جوج 250 250. بالنسبه لجولدن سبيس 250 بياس. 250 بياس. بالنسبه للموانو كاين اخويا هنايا 30 درهم وكاين 250. موانو 30 درهم. 30 درهم. ديامون جولد. بالنسبه للعشاق هنا هادو بيرسونا طيق اخويا حمدي. بارك الله عشاق بيرسونا اللهم بارك. 300 درهم بياسات الاخوان. وكاين شي بياسات 250 انا وليدي. بارك الله اللهم بارك. انا العشاق الحمام فينا اللهم بارك. شحال كيبقى هادو اخويا حمدي؟ اخويا هادو كاين 100 درهم بياسات كاين. انا معاك انا معاك. كاين 100 درهم بياسه. وكاين 150 بياسه الحمراء. وكاين 150 هما هاد الحمراين هادو. بالنسبه للعشاق اليويو هنايا كاينين هنا خويا شحال؟ 1800. 1800 البياسه. كوبله ب 1800 كما سمعتوا كوبله ديال السنغالي 1800 درهم. انا محبوب الجماهير. مولينا اناناس هادو ياك. بارك الله هادو كوبلين. شحال الثمن ديالهم هنا؟ 2800. 2800 درهم اللهم بارك. الهوكو 150. الهوكو 150 درهم بياسه ولا الكوبله؟ المهم كما سمعتوا بالنسبه للهوكو 150 درهم الكوبلة اللهم بارك وزيد بارك. بارك الله اللهم بارك. وبعدين النمرة ديالك اخويا حمدي 06 72 47 74 34. المهم اللي خصها شي حاجة جميع انواع الطيور يتواصل مع اخ حمدي. راه عنده جميع المدن وراه عنده محل تبارك الله. اي حاجة راه كيليفري لجميع المدن. راه عنده واحد القناة سميتها بلانيت حمدي. دخلوا تولعوا معاه. الله يسخر لك الامور اخويا حمدي. شكرا بزاف. بارك الله. مازال اخر معرفين راه عندهم راه تم ريال هادو اخي راسك جد مناسب جدا المهم السيدة مصفي تبارك الله تما الكورة راسهم دير نتاوي راسهم نتاوي شحال كيبقاو 20 جيش المهم من 25 حتى 30 شحال عندهم خويا صغير صافي المهم راه عندهم بشارة السيد تبارك الله راه صافي مصفي معاهم المهم راه كاينة التخليطة الزوان ومع شوية الزريعة الله يسلمك الله يسخرك الامور اخويا هذا شحال الثمن ديالو؟ 1500 خير تبارك الله الله يخدم اللهم مرزتنا بالتليفون. المهم عطيني النمرة ديالك يا خالد. 06 65 46 88 96. المهم اللي خصها تشوف شي حاجة كاين هاد المقاينين عند السيد وكاين هاد الميسو اللهم بارك وليك تسمعوا دابا وكاين هاد الميسو تا هو راه ولد عام اللهم بارك وكاين هاد المقنين وكاين هاد الميسو اخر اللهم بارك. سادتي سادتي
تبارك الله وعاد باش داير ياك الله مزال هكا بقى الثمن ديالو هذا ويداني شحال 600 درهم بالنسبه لهذا اللي تحت اللي باقي واش هكا بقى الثمن ديالو 600 هذا قريع ولد العام هذا تبارك الله 400 درهم بالنسبه لهنايا هذا 1200 ياك بيتي كلام زوين الثمن 1200 درهم ياك هذا تبارك الله بيتي كلام زوين قلتي في كلام ويداني بالنسبه لهذا اللهم بارك هذاك تا هو 600 درهم بالنسبه لهنايا اخي 400 درهم تبارك الله كاين هاد الشي براندو هنايا كاين واحد المقاينين اخر اللهم بارك هو الثمن هنا شحال 600 المهم عطيني النمره ديالك عندك شي نمره كاسي قولينا اخي 06 42 04 38 08 المهم تبارك الله بيس زوينه اللهم بارك هذا راه حفاضه كاينه في الجزائر توا تبارك الله والله بارك كاينين لوج دورا مايا كاين هذا ولد العش اللهم بارك والمرق ديالك المرق ديالك تاع تاع بنين ديال ميدل اللهم بارك المهم اللي بغى شي حاجه هي النمر ديال الاخ يتواصل معاه وبالنسبه للثمن راه غيكاد معاه في الخاص الله يسخر لك الامور اخي تبارك الله عليك ان شاء الله كيبقى الثمن ديال هذا الولد شحال الثمن ديال هذا 500 درهم بالنسبة لهذا اللهم بارك هذا نفس الثمن 500 درهم ها هو كلشي نفس الثمن 500 درهم كاين هذا تا هو اللهم بارك 500 درهم تبارك الله اللهم بارك كاين بياسات اخرين اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله هنايا الله كيبقى واحد لوتينو اخويا ايوب ايوب تبارك الله بزاف زوين يا اخي هادي كوبل ياك كوبل مفرخه اربعة الاولاد عندها اربعة الاولاد اللهم بيتها مفرخه بيتها مفرخه تبارك الله شحال كيبقى الثمن هنا 900 درهم 400 400 800 درهم شتك البار معلم 800 400 400 900 بالقبض ها بالقبض كل شيء بالقبض باللعيبه بكل شيء 900 درهم بالنسبه تبارك الله هذو وليدات المدرسين تبارك الله كيبقى شحال الثمن 150 درهم وبالنسبه لهنا هذو وليدات مدرسين ياك هذو تبارك الله اعطيني ابتداء ابتداء من الى ارخص واحد الاغلى واحد ارخص واحد الخضر بان لي واحد الزرق تما الخيوري عندك الخضر الخضر شحال كيبقى 150 150 وغالي هو هذاك 400 طلع هو 400 اللهم بارك الله يسخر بار بلو هذاك بار بلو ها هو هو محبوب الجماهير هذو كاملين شحال كيبقى بار بلو بار بلو اخويا شنقول لك 600 والدري راه خدا فوق بلا حسب 550 راه قابل للتفاوض كيقول 600 ولكن راه قابل للتفاوض الله حفظك بالنسبه لهنايا كي داير خويا ايوب هنا بالنسبه لهنايا كيف تولى 150 200 ابتداء من 150 حتى ل 250 اللي 250 هو قال هذا اللوتين اياه والله ما بارك هذا راه باقي كاع شفتوا الصوره بالنسبه لعشاق الروز والفيشر وليدات الفيشر الجماليه الفيشر احسن طائر في ليزان تبارك الله وسهل التريساج تبارك الله سهل التريساج الجماليه شحال كيبقى الثمن ديالو جميل اللهم بارك اللهم بارك شحال الثمن ديالو خويا ايوب هذا لا شي غير هام راه كيبقى 250 250 درهم انا تبارك الله واحد عندنا شي بياسات كبار كاينين هنا بياسات كبار قرابين تفاطم وصفور اللهم بارك انتوما سهله الخدمه مع هذا الديت كمل معاه 200 درهم بياسة تمرت عشا مفطومه اللي بغا يخدم بالنسبه لهنايا الاخوه كما سمعتوا دور يلا قرايبي تفاطموا باقي كيشدوا السنان بغا شي حاجه المهم يديهم يخدم معاهم شويه قول لي اخويا هذه البياسة اللهم بارك هذه شحال الثمن ديالها بسم الله راسي غير وكان في البيولي اللهم بارك بلي على خو ايوب طفرات هنا دائما الفيشه كيبقى الجماليه ديالو زين تبارك الله والصحه جيده اللهم بارك واش السوره كلشي السوره شبعان معلم شبعان ولا مقلق لا شبعان حيدو بالنسبه لهنايا هادو
شاف الكاميرا هذا بيرسوناتا 250 250 دار بيرسوناتا تبارك الله. بالنسبه لهادو كيبقاو الطفرة عاديين ياك صفر 170 بالنسبه لهنا الصفر ها هو 170 درهم اللهم بارك. باستا 220 باستا 220 شنو غاتمشي معايا انت تبارك الله الوين فيه زوين لا عاوتاني كاينين شي طفارات مدريسين اللهم كاينين هنا طفارات تبارك الله مدريسين شمن لا راس هذا فيولي لا ايوان ايوان تبارك الله وهاد النوار سميتو تا هو ايوان تا هو ايوان شحال كيبقى الثمن هنا شي حاجه عيط ومرحبا المهم اللي بغا شي حاجه يتواصل معاه راه هو كيقول لك اثمنه ولكن راه كيتفاهم مع الانسان بالنسبه لي خصو حتى الماكله حتى هما راه عندهم سيطا كيس هاهي 20 درهم ياك اه كاينه هنايا هاهي 100 غرام حتى هي داير 20 درهم ديال الافنتيان بالنسبه للسورانك راه عنده راه غني عن التعريف اللي بغا شي حاجه السورانك بروفيسيونيل هاهي شحال كتبقى الثمن ديالها 80 درهم 80 درهم بالبري ديالها بكلشي لا كومبلي اللهم الانسان يخدم بهذه الخوت هذه كتبقى عندك ديما تخدم بها افيا احسن راس الخدمه هو 14 الله 800 درهم ياك قلت 80 درهم 80 درهم اللهم عطينا النمره هذا ب 80 درهم بلا بره راه البره كناخذوا احنا ب 1000 ريال ديال المقنين 07 عطيني النمره 07 70 15 60 32 المهم خصها حتى شي حاجه يتواصل مع اخ ايوب راه قابل للتفاوض صورتهم كامل صورت الكوكله تحيه وداني وسلم لي على العشير ياسين راه قلت لي سلم عليها لا غنديرو غنبلبلو ان شاء الله في رمضان شوف تكون واحد السلسله زوينه غنتولعو وغنوضحو الامور خوت بالنسبه للتربيه حنا غندويو على المقنن اللي عندي معاه تربيه المقنن في المغرب شنو هما الشروط واش يمكن تربيه ولا ما يمكنش والطريقه ديال التلقين والتربيه ان شاء الله غنتناولو هاد المواضيع وغيطلعو معنا مولع كبار والله يسخر لك الامور اخويا تحيه وداني تحياتي لك اخويا داير لا شادير هاد الجدار 800 وهذا تبارك الله الدوب الروج راه دوب الروج تبارك الله الاخوان الثمن 1200 درهم ماشي كلام تبارك الله زوين المهم عطينا النمره ديالك قولينا 0612 77 49 المهم خصك شي حاجه يتواصل معاه بالنسبه للثمن راه يقاد معاه في الخاص الله يسخر لك الامور اخويا كان العشاق الهوكو هنا كاينين الوليدات كاين الاخوان اللي كيبغيو دريسي ومثلا دري الوليدات ديال الهوكو كاينين هما بفيسات شحال كيبقاو هنا الوليدات 1000 ريال 1000 ريال الوليدات انتم جينا لكم هذه اللقطه الخوت كاين هنا الافانتي عبار شحال داير 20 شحال فيها 100 غرام 100 غرام ب 20 درهم هاي علاش شدينا هذا الفيديو ولا قبل هذه العباد قول لي اخي بالنسبه لهذيك الشيء علاش كتصلح هذا مزيان هشاشه العظام ديال الفراخ هشاشه العظام هذا الروج بريك كيتخلط سميتو الروج بريك روج بري ما عادش كيتخلط هذا ودا والله ما تعرف فلوس دار فيتامين بلس كالسيوم يا تبارك الله دروج بري اش كيصلح هذا الروج بري هذا كيتخلط هذا شاشه العظام والكالسيوم والريش والريش مزيان تيتخلط مع الباطي مع تدلف مع الكريت كيتخلط مع الزوان باش كاع الفرق بالنسبه للطيور اللي كيتعامل معاهم بهذا البرودوي هذا جميع الطيور مقنين ياك تبارك الله شحال كتبقى هادي 20 20 درهم المهم عطيني النمر ديالك 05 60 49 80 06 المهم هاد الفيتامين سميتو ها هو فيتامين بلوس يمكن تقسيط ها هو اللي بغا شحال كتبقى هادي 20 درهم المهم اللي بغا شي حاجه يتواصل مع السيد والله يسخر لك الامور اخويا اللهم بارك وزران على عشاق الحداد تبارك الله ام وسلم قاقع وقاقع شاديني يا اخويا شاديني المهم راه قدام هادو عندهم شهرين ونص ولا كيقول 90 درهم تبارك الله الله يسخر لك الامور اخويا شاديني هاد المتوال هادي راه المتوال هادي راه المتوال 20 فرانك واش داير هذا تبارك الله هو 25 وبالنسبه لهنا خالي شحال الثمن 170 درهم شحال عندهم تبارك الله شحال عندهم في باش نشدو دين شي شهر تبارك الله الثمن هنا شحال
170 المهم عطينا النمر ديالك 0648 65 30 15 المهم اللي خصها شي حاجه كتواصل مع السيد وبالنسبه للثمن كيبقى منكم ليه في الخاص الله يسر لك الامور اخاي وبارك بقاو جيبوا الجدور الله يجعل البركه الله يحفظك خويا زين قول لي كي جاك السوق اليوم زوين تبارك الله خير الدورة الدورة بعدا ما كاينش الخلاوه قلال لا داكشي زوين راه هادشي اللي بغينا يبعدوا على الخلويه داكشي في المستوى وبعدوا يريحوا حتى شهر خمسه ولا شهر سته يتولد وقت القرع وكتشوف مراكش واحد الدراري جبدوك لي بالخير والله يحفظك دعوا معاك تحياتي للناس مراكش واحد الدراري في مراكش اسمى الله مصطفى ودي لي شي ديديكاس من هنا مصطفى تحياتي لك وتحياتي للناس مراكش وتحيه ودانيه باج باطيه الله يسخر لك الامور اخي انا غنمشي ونمشي اللهم بارك وزيد فوقاني شي هذا فوقاني زوين 150 زوني انا العشاق البيسو تبارك الله ومزيان عندكم الصالح ولا عصفوره بالنسبه للبيسو كاين النتو ديالو كتكون كنشرب كيبقى الثمن ديالو 20 درهم والعصفور حتى هو 20 درهم بالنسبه للذكرى الاخوان ها انتم الفم كيكون داخل صفر تقول والنتو راه كتكون ديال عاوتاني كيكون العشاق السمريت والبوح اللهم بارك هذا البوح شحال الثمن ديال هذا البوح؟ 70 درهم بالنسبة للسمريس هادو السمريس راه كاملين بكورة الله النتوار كتكون كاشفة شوية بالنسبة للبوح البوح راه كاين الزرهوني وكاين الجمجمي والقناوي هذا القناوي تبارك الله شحال كيبقى الثمن ديالو؟ 70 درهم كيفاش؟ صافي الله يسلمك ما عادي يعني.